شحال السونتر ديالك؟ شحال كتخلص في الشهر؟ 230 درهم. 230 درهم وجات قاصحه. لحقاش ما كاينش شي حاجه ماشي غادخل منه يعني على حسب. الا بعتيها كامله وكانت القضيه مزيانه. بعتيها كامله وكانت القضيه زوينه ومزيانه 30 35 درهم. انا دابا باغي حاجه وحده، باغي نتعلم السونتر، ورا السونتر ندفع السي في ونشوفو المكتب. مشاهدين ومتابعين قناة أشواق تيفي، مرحبا بكم معنا دائما في إطار تتبعنا للقضايا الإنسانية والاجتماعية. معنا الأخ محمد ماشي ولد كازا، جا لكازا كيقلب على أنه يقاد حياته ويزيد شوية القدام. جا جلس عند العم ديالو وهو مشكور، العم ديالو هزو من أزاد، يعني كيعاملو بحال واحد من ولادو كما جا على اللسان ديالو. ولكن محمد اليوم اختار انه يدير واحد السونتر ديال لاباتيسري باش يتعلم واحد الحرفه، باش غدا ولا بعد غدا يكون قادر يخدم ويوقف على رجليه ويعاون الوالدين ديالو ويرد لهم ولو شويه. هاد السونتر هذا اللي قلت لكم الثمن ديالو ماشي بزاف، 230 درهم الشهر، 230 درهم وما قدرش يخلصها. كيحاول، ما قالش هو ما مربعش يديه، كيحاول يبيع ويشري في هاد البسكوي، وحنا غادي نفهموا معاه القصه كامله على اللسان ديالو. خليكم معنا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. خويا محمد كي داير؟ لاباس عليك. الحمد لله اختي، ربي يحفظك. هادشي اللي قلت صحيح؟ داكشي اللي قلتي اختي هو اللي كاين. انت اليوم كتقرا في سونتر ياك؟ كنقرا في سونتر باتيسير الفندقه. بغيتي تعلم الحرفه؟ ضروري. ديجا حنا راه يعني دابا دوزنا تقريبا دابا واحد نص على العام، يعني دابا حنا بدينا كنتعلموا الحمد لله. انت كتطمح انك غادي تاخذ الدبلوم وغادي تخدم بهذا الدبلوم ديالك ديال الفندقه ولا باتيسري؟ انا من حد جيت وخليت والديا وخليت خوتي وخليت بزاف الحوايج اللي مورايا وجيت هنا لكازا باش نخدم وباش نتعلم، ولا انني باغي نتعلم وباغي نخدم في سوق الشغل. شحال السونتر ديالك؟ شحال كتخلص في الشهر؟ 230 درهم. 230 درهم وجات قاصحه. لحقاش ما كاينش شي حاجه ماشي غادخل منه. العم ديالك على قد الحال، موكلك مشربك جالس عنده واكل شارب، قلتي لي كيعاملني احسن معامله بحالي بحال ولادو. كيعاملني احسن 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 معامله. الله يخليه لك. يعني راه هذاك العم ديالي ما غاديش نذكر الاسم ديالو، انا راه بحال الوالد ديالي. الحمد لله. ولكن انت اليوم خاصك غير باش تخلص تقدر تخلص السونتر ديالك ياك؟ شحال ديال الشهر؟ الشهر شحال؟ الشهر 230. يعني 4600 ما تتقدرش عليها، كتجي قاصحه. يعني انا كتجي قاصحه وديجا الشهر فيها 4 سيمانات، وانت يا كارطونه شنو كتبيع؟ كتبيع الثلاث والاربعه والخميس، الاثنين والجمعه كتقراهم، السبت والحد كتمشي تبيع. يعني انا بزاف المرات كتمشي كتلاقاو مع قوات المساعده، خويا البيع هنا ممنوع، كيهزوك الساعه كتمشي تلاح. شحال كتشري هذا الكارطونه؟ 40 درهم. شحال كتخلي لك؟ يعني على حسب. إلا بعتيها كاملة وكانت القضية مزيانة. بعتيها كاملة وكانت القضية زوينة ومزيانة 30 35 درهم. 30 35 الماكسيموم. لحقاش ماشي غادي تبقى تبيع ودير في جيبك، يعني كتبيع فلوس الغداء، فلوس الترونسبور، يعني راه بزاف ما هي وما لونوها. يعني اللي جابوا النهار يدي الليل. اللي جابوا النهار يدي الليل. يعني ربما خصك تشيط نقولوا تقريبا واحد 10 درهم في النهار باش الله تجيب هذيك 300 درهم في الاخر ديال الشهر تقدر تخلص بها. هذاك الشيء اللي كاين. ولا 150 ريال. وكاين عاوتاني هذه راه ماشي دائما، يعني راه لحقاش كطلع في الطوبيس كيهبطوا كونتروليت، وعساكم هاد الطوبيسات ديال المغاربه، يعني خاصك كطلع يعني بزاف المرات كطلع خويش كدير هنا كنبيع، كتبيع هذا طوبيس للسوق. كيهبطوك. كتحاول تبيع هنا في الزنقه؟ كتحاول تبيع هنا في المدينه، كتهبط عاوتاني حسن الثاني.
كتشد عاوتاني طرون طروا طرون طروا غادي الاناسي معانا بزاف. انت فين كتسكن حاليا؟ في كازا. حاليا في كازا اناسي. يعني بعيد؟ واشوف انت البعد من المدينه الاناسي. بعيد يعني عندك فلوس ترونسبور وعابش شوف واش غتشيط ترونسبور وعاد فلوس السلعه وعاد شوف واش غتشيط لك شي حاجه. وديجا دابا بحكم هكا يعني ترونسبور دائما خاصك تطلع خاصك تخلص، لما خلصتيش كيقيدوا لك كتمشي كتمشي كوميساريه كتبقى واحد 48 ساعه وكيتوسخ لك الدوسي على والو. يعني انت دابا ملي تبغي تطلع تبيع ضروري تخلص الورقه. يعني بحكم هكا ملي كتبغي تطلع خاصك تطلع وتبيع وتهبط بالزربه قبل ما يطلعوا كونترولات. لا طلعوا كونترولات خاصك تخلص الخلاص، ولا طلعوا كونترولات ما كتخلصش 5 درهم، لا طلعوا كونترولات كتخلص 35 درهم. 35 درهم كاع ما مصور هذاك النهار. وهذيك 35 درهم راه كنعطيها لهم وداك الشيء اللي يبقى كيمشي الله كريم. لا حول ولا قوة. يعني لما يعني دابا شنو تبغي تقول للمحسنين اليوم اللي كيشوفوا فيك؟ كاينين الناس كيبغيو يتعاونوا مع الشباب بحالك، سورتو انت باش عجبتيني انك معتمد على نفسك وانك باغي تقرا وباغي تتعلم الحرفه وباغي توصل، وقلتي لي واحد الحاجه باغي نرد الوالديه، انا ما غاديش نعيط الوالديه باش يعطيوني وانما انا اللي خصني نصيفط لهم. انا دابا باغي حاجه وحده، باغي نكمل، باغي نتعلم السونتر، ورا السونتر ندفع السي في ونشوفو المكتب. انت كتشوف دابا السونتر هو الباب الوحيد اللي امامك. لحقاش دابا في المغرب، ماشي المغرب نهضرو في كل شيء، عندك ديبلوم معترف به راك تخدم، ما عندكش ديبلوم راه والو، راه ما كايناش الخدمه. ضروري من ديبلوم. يعني راه ديبلوم شي حاجه اللي ضروري. شحال غتجيهم كاع في العام الخلاص؟ شحال في العام كاع؟ وماكسيمو في العام 2000 درهم. 2000 درهم قادر انك تكمل قرايتك ترون. 2000 درهم نكمل قرايتي ترونكيل. تلبعت شي حاجه يعني بحكم هكاك، يعني حتى لبشيت وبعت شي حاجه باش نتكساو ولا شي سبرديله ولا شي حاجه. قولي الرسالة ديالك اليوم للناس اللي كيشوفوا فينا. انا الناس نقول لهم كلمة واحدة، باكم لا قرايتي والحمد لله ما عاد ليا حتى شي حاجة، وحتى ديك البلية ما غاديش انا اصلا نتبلى. كما كتشوفي انا خارج باغي نجيب حالة طيبة. يعني ما لقيتينيش خصك تعطيني شي درهم، ولا ما لقيتينيش خصك يدي في جيبك. يعني كنبيع حالة طيبة. تبارك الله عليك. يعني راه كاين شي وحدين اللي كيخرجوا من الدراسة كيمشي كيضرب الميكا ولا كيمشي يهز شي ملاسة كيمشي يجريسي. ومنهم عادات. ما غاديش نحتاج دابا نهضر ولا شي حاجه، يعني راه كلشي راه معروف، ولكن حنا باغي نجيبوا حلالا طيبه. كيف ما شفتوا خوتي المغاربه، محمد اليوم هو مثال الشاب المناضل، لانه اليوم كيبيع ويشري يا ربي شي 30 درهم او 20 درهم او 25 درهم باش يقدر يجمعها في الاخر ديال الشهر باش يخلص 4600 السونتر ديالو اللي كيتعلم فيه الحرفه. هو اليوم طامع فيكم انكم تعاونوا معاه وما كرهش هو شي واحد يخلص ليه العام كامل، العام كامل ما جاتش ما كاملاش حتى 2000 درهم باش يقدر يكمل القرايه ديالو وياخذ ديبلوم ديالو، من بعد يتوظف ويمشي لسوق الشغل ولا يدير شي حرفه ديالو، لانه كيدير لاباتيسخي يدير الحلوى ويبدا يبيعها لما لا ويعاون الوالدين ديالو. شكرا لكم، وصلتوا معنا النهاية ديال الفيديو. كانت معكم مريم فساحي خلف الكاميرا، حمزه بوقنادل لنا الصوره ولكم التعليق. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.